السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد على قناة تيك بوي. هذا الدرس يا أصدقائي سوف يكون حول موقع ربحي أعتبره أفضل بديل عن جوجل أدسنس، لأن جوجل أدسنس لم يسبق لي أن توصلت به من خلاله بأي سنتيم، وهذا الموقع الحمد لله توصلت من خلاله بالعديد من الدولارات. هذا الموقع يا أصدقائي يدعى بسكالاب، والشيء العجيب في هذا الموقع هو أن المينيموم الخاص بالدفع هو دولار واحد. إذا جمعت دولارا واحدا في هذا الموقع يمكنك سحبه، عكس جوجل أدسنس الذي يجب عليك الوصول إلى 100 دولار على الأقل كي تحصل على أموالك. كما ترون أصدقائي هذه الواجهة الرئيسية للموقع، يقول لك تسجل من هنا join now Apple without YouTube، with YouTube ليس without. تقوم بالضغط على Apple with YouTube، وهنا تختار القناة التي لديك. كما ترون هذه قناتي تيك بوي. الشرط الوحيد الذي يجب أن يتوفر في قناتك هو أن يكون عدد مشاهداتك يفوق 1000 مشاهدة. كما ترون هذه القناة الجديدة تيك بوي، هذه فقط وضعتها هنا، وهذه قناتي الرسمية التي قمت مسبقا بربطها ب هذا الموقع جيمز ستيشن القناة الثانية. لا يمكن أن أقوم بربط هذه القناة، لكن الأمر سهل، فقط تقوم بالضغط هنا وتقوم بكتابة الباسورد الخاص بقناتك وتقوم بالتسجيل. الآن سوف أقوم بالدخول بالقناة الأولى. كما ترون هذا هو هكذا يعطيك، تقوم بالضغط على سماح، هكذا تقوم بالدخول، هكذا هكذا هكذا. أنا مسجل من قبل لذلك لن أحتاج إلى إعادة التسجيل، قم فقط بالضغط على اللوجين ثم أقوم بكتابة الإيميل والباسورد الخاص بقناتي. كما ترون أن قد قمت بالدخول إلى الموقع، هذه هي الواجهة الرسمية للموقع. هنا لديك هذه الإحصائيات، هذه إيرنين يمكنك جمع المال، المكان الذي تجمع فيه المال عفوا. كما ترون لحد الآن جمعت 13 دولار. سوف أريكم الآن الدفعات التي أحصل عليها. هنا ستات يعطيك البيانات الرسمية على قناتك. هنا لديك إنسايت، لا أعرف ما هي إنسايت، هذه إنسايت لا أعرف ماذا تعني، المهم هي متعلقة بقناتك. هنا البايمنت أو الدفع، كما ترون هذه الدفعات، أخذت 3 دفعات حتى الآن، $0.93، 6.71، والآن اليوم أخذت، البارحة أخذت $2.19. كما ترون هذا هو إثبات الدفع، تصلني الأموال على الباي بال. هنا نأتي إلى فيديو، هذه الفيديوهات المنتشرة على قناتي يعطيك بالترتيب من أفضل في ليس أجل من أفضل فيديو إلى أقل فيديو مشاهدات. كما ترون 27، 13,000، 12,000، 8,000، وهكذا إلى أن تصل إلى أقل فيديو مشاهدات. الكوميونيتيز يوجد لدي أي شيء هنا، الأبس، أبس لا أعرف ما هي هذه، ربما بعد السباقات أنصح أنك بتحميلها. أنا لا سبونسر سبونسرشيبس. هنا تقوم ب أجل تقوم بتعاقد مع شركات أخرى كي تحصل على أموال عندما تقوم بعرض منتجاتهم، كالكنترول فريك والذي لا أعرف ماينكرافت بريد نوسكوب أعرف هذه، والجي تو اي موقع لشراء الألعاب، والهيلب سنتر أو ما لا أعرف ما هذه، فقط لطلب المساعدة والكونتاكت للاتصال بهم. الآن فلنأتي للقيام بنظرة في السيتينجز. كما ترون هذه السيتينجز الخاصة بي، التليفون أو الفون خاص بك، والسكايب اللي لم أضع هذه الأشياء، البايمنت كما ترون هذه البايمنت، معلومات الدفع، الباسورد، باسورد هنا إذا كنت تود تغيير الباسورد تقوم بكتابة الباسورد القديم
الجديد، ثم تقوم بإعادة كتابة الباسورد الجديد. هذه لا أعرف ما هي، أجل هذه معلوماتك الشخصية، تعطيهم الاسم وما تقوم بوضع في قناتك. وكما ترون هذا هو الموقع الذي أود مشاركته معكم اليوم، موقع أعجبني صراحة، أعتبره أفضل بديل لأدسنس لحد الآن على مستوى يوتيوب. كما ترون سوف أضع لكم تأكيدات، تأكيد للدفع، تأكيد كما شاهدتم بعد قبل قليل، فلقد رأيتم أنني أخذت دفعة 2.19 لما أتذكر البارحة. سوف أضع لكم تأكيد الدفع من داخل من باي بال على شكل صورة. وهذا كل ما يوجد في الفيديو، أتمنى أن يعجبكم الفيديو، ولا تنسوا الضغط على لايك والاشتراك في القناة ووضع تعليق ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. وهذا كل ما يوجد في الفيديو، أتمنى ألقاكم في فيديو جديد إن شاء الله، وإلى اللقاء.